يعني فضلت الشيخ لما باجي اصلي في باجي اصلي بصلي يعني بيطلع له نور وانا بصلي نور 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 جامد يعني طيب ادعي ربنا بيطلع له نور في ابص للسماء وادعي ربنا بيطلع له نور. هو انت بتصلي وبتبص للسماء؟ لا انا قلبي يعني ربنا يصلح لي حالي وحال امه محمد برضه كنت بتدعي في الصلاه بتبص للسماء؟ لا ببص للسجاده والله يا صديقي طيب الشيخ. طيب اصلي وادعي يطلع له نور اسجد يطلع له اطلع اقف في البلكونه وادعي ربنا يطلع له نور من السماء. فانا فضلتك عاوز اعرف النور دي ايه. انا طيب هو نور حلو بس انا عاوز اعرف وكنت حضرتك كنت عاوز رقم تليفونك شكرا يا عاوز مراحمة. شكرا يا حبيبتي. طب نرد على ام رحمه ونعلق على ممدوح الاستاذ ممدوح. خليني اقول لك يا ست ام رحمه، هذا النور قد يكون معونه من الله سبحانه وتعالى وقد تكون بشرى خير، الا انني احذرك من ان تفتتني بها، لان الانسان قد يفتنه الشيطان. طبعا. احد الصالحين وهو بيصلي مره جاله الشيطان من وراه وقال له ايه يا فلان اني انا ربك وقد رفعت التكليف عنك فلا تصلي. قال اخسأ يا ملعون فإن التكليف لم يرفع عن سيد الناس فكيف يرفع عني. فالإنسان المؤمن كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد خوفا. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الكافرون الذين أوشكوا على السقوط في الهاوية. نسأل الله السلامة. خلاص.